بمسحة واحدة بس هتغير حياتك، هتشيل كل الغمقان والسواد اللي في منطقة الأندر أرم، منطقة البيكيني، هتوحد لون جسمك، هتخلي مفيش أي غمقان ولا اسمرار، وكمان هتخلي الجسم ريحته حلوة. من أحلى الحاجات السهلة السريعة اللي بجد هتنظف الجسم جدا. دعي سواد السنين والغمقان اللي في منطقة الأندر أرم، منطقة البيكيني، الركب، الكوع، كمان من أحلى الحاجات السريعة الفعالة اللي هتخليكي قشطة. جربوها بجد هتعجبكم. لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان كل جديد يوصلك مني أول بأول. شير الفيديو لاصحابك علشان يستفادوا. ما تنسيش تصلي على النبي في الكومنتات، واللي بتتابعوني من اي بلد ما تنسوش تجربوا الوصفه بجد، واكتبوا لي في الكومنتات بعد ما تجربوها النتيجه عملت ايه معاكم، والنتيجه من اول استعمال حسيتوا بايه، وايه الفرق اللي انتوا حسيتوه. هستنى كومنتاتكم، ويلا بينا نشوف الوصفه. اول حاجه هجيب معايا اي نوع صابون انت بتحبيه او بتحبي تستخدميه، اي نوع مش هيفرق. انا عن نفسي هستخدم اي صابونه برضو عادي. الصابون عموما من الحاجات اللي بجد قوية جدا في ازالة الدهون الزيادة اللي بتبقى في الجسم، وكمان بيفتح منطقة الاندر ارم ومنطقة البيكيني، بيوحد اللون، كمان بيدي نتيجة فعالة 100%. فانا هستخدم هنا حوالي معلقتين من الصابون. زي ما انتوا شايفين كده انا بشرت معلقتين. هنا بقى هبدأ اجيب معايا اي حاجة عشان افضي فيها المكونات. تمام، انا هنا حطيت المعلقتين بتوع الصابون، وهبدأ اضيف عليها معلقتين من المية السخنة. ما تكتريش، معلقتين بالظبط، وهبدأ ان انا ادوب الصابون فيها. هي هتدوب بسرعة علشان طبعا انا حاطة مية سخنة، فانا ايه هبدأ كده ان انا ادوبها بسرعة. بصوا هي لو فيها اي تكتلات بسيطة او اي حاجة كل ده هيروح وهيدوب معاكي تماما. انا بقى هنا هضيف عليها معلقة من دقيق الرز، وهبدأ اقلبهم لحد ما يبقى معايا عامل زي الكريمة. تمام كده، تمام. هضيف عليها معلقة بسيطة جدا جدا من الشبة. طبعا الشابة من الحاجات الحلوة قوي اللي بتمنع اي روايح كريهة زي ريحة العرق او افرازات العرق، كمان من الحاجات اللي بتفتح جدا جدا في منطقة الاندر ارم، منطقة البيكيني، بتوحد اللون وبتخلي ما فيكيش اي ريحة عرق بجد، فهو فعال جدا وقوي. انا هنا بصوا بقى هقلب الشابة، وهبدأ ان انا ممكن اضرب الخلطة بتاعتي بالمضرب بتاعي او بالهاند بلندر، علشان بس انا عايزاها تبقى ناعمة لان لسه فيها تكتلات صابون، وانا على لما اقلب كده شويه هطول معايا شويه. فانت بقى يعني يا تقلبي شويه لحد ما يبدا يدوب معاكي، يا هتضربيها اضربيها بالهاند بلندر عشان تبقى ناعمه معاكي. فانا بالنسبه لي هضربها كده على السريع بالمضرب بتاعي حد اما تنعم معايا عشان ما اخدش وقت. بس هنا كده خلاص بصوا نعمت خالص وبقت عامله زي الفوم كده، شكلها ايه حلو جدا. تمام كده بصوا بقت ناعمه معايا خالص زي ما انتوا شايفين. كل اللي انا بقى هعمله هضيف عليها حته صغنونه جدا جدا من المعجون الاسنان، مش هنكتر، حاجه بسيطه جدا عشان بس لو عندك اي غمقان اي سواد في منطقة الاندر ارم منطقة البيكيني هتوحد لونها وهتفتحها. ده كمان هتديها انتعاش قوي جدا، لان معروف ان المعجون بيدي انتعاش وبيفتح الغمقان والاسمرار، فهو بصراحة فعال قوي، وكمان مخلي ريحة الوصفة خطيرة. انا هنا حطيت معلقة صغيرة جدا من المعجون وقلبتهم كويس، وهضيف عليها حاجة بسيطة جدا من زيت الليمون. زي ما قلت لكم طبعا زيت الليمون ده بجيبه من العطار وبيكون خام مش عليه اي اضافات. طب انا لو مش عندي زيت ليمون وعايزة اعمل الوصفة دي في ليمون فريش. تمام كده
عايزه اقول لك ريحه الزيت حاجه كده قمر. هقلب بقى كويس قوي. تمام، هضيف بقى عليها هنا معلقه صغيره جدا من النشا، النشا بتاعنا العادي اللي هو الكورن فلاور، بجد حلو قوي وفعال، وكمان من الحاجات القويه اللي بتفتح البشره جدا، كمان بيشيل كل التصبغات والبقع والكلف، وكمان من الحاجات اللي بتهدي اللي يهدي الالتهابات والحساسيه. هقلب بقى كويس. بصوا القوام بتاعها ماسك فعال 100%، بجد حلوة قوي في ازالة التصبغات، البقع، الكلف، بيوحد لون البشرة، لو عندك اي غمقان او اسمرار شديد جدا منطقة البكيني، بجد حلوة قوي 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 وهيديكي نتيجة حلوة، وتقدري تحتفظي بالوصفة كمان لو عملتي منها كمية بتشيليها في التلاجة وتستخدميها وقت ما تحبي في اي وقت. انا بالنسبه لي بعمل كميه تكفيني اسبوع، بستخدمها 3 مرات في الاسبوع في منطقه الاندر ارم ومنطقه البكيني، بجد حلوه جدا. طريقه استخدامها سهله جدا جدا، هقول لكم عليها دلوقتي. كل اللي انت هتعمليه بقى تجيبي برطمان او علبه نظيفه، وده مهم قوي، وتكون ناشفه مش مبلوله. بصوا اهم حاجه انها تكون ناشفه تماما عشان خاطر الوصفه ما تبص منك او يعني تبقى انتهاءها بسرعه، لا تقعد معاكي كده فتره طويله، فانت تكوني جايبه برطمان نضيف وتبداي تنزلي كده في الوصفه. جميله جميله جميله. بصوا شايفين الفوم بتاعها اصلا قمر، والقوام بتاعها قمرين بصراحه. بصوا القوام بتاعها، بستخدمه ازاي؟ بستخدمه كل شاور، باخد منه كمية مناسبة في المنطقة اللي انا حابة استخدم فيها الماسك، وببدأ افردها كويس قوي بالشكل ده تحت القبطين او منطقة البكيني. بصوا خطيرة. كل اللي انت بتعمليه ان انت بصوا قمر، كل اللي انت بتعمليها هتسيبيها تنشف بقى لما تحطيها كده، وسيبيها تنشف خالص، كل لما تنشف كل لما النتيجة هتبقى روعة في ساعتها. بجد جربوها واكتبوا لي كومنت وقولوا لي ايه رأيكم، لانها بجد حلوة وفعالة وسهلة جدا جدا جدا، جربوها هتعجبكم. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان كل جديد يوصلك مني اول باول.